لا نتكلم على الموسيماني وتحضيره للمباراه. انت عارف عندنا مباراه في كاس مصر، مباراه كاس مصر بطوله الناس كلها يعني طبعا عينها على البطوله الافريقيه، لكن دايما النادي الاهلي باصص على ان كاس مصر بطوله، ودايما النادي الاهلي بيبص لكل البطولات. موسيماني ورؤيته في مباراه الدور الثمانيه ابو قير الاسمده في عمليه التشكيل، عمليه الدفع باولاد صغيرين، ولا ممكن تكون يعني تجربه لبعض اللعيبه، ولا هياخدها بمحمل ان احنا ممكن نشوف بروفا لمباراه نادي الزمالك. انت رؤيتك الفنيه ايه ليها؟ لا يا كابتن، احنا دايما الماتشات الكاس دي بطوله مفيش كلام، ولكن عندك بطوله اهم، في دايما بتبقى بطولات اهم، بطولات أكيد طبعا أكيد. العالم كله ماشي بالنظام، دايما بطولات الكاس دي بالذات انت معاك بيبقى في القايمه سيم 30 لعيب 25 لعيب، الناس دي لو مش على قد المستوى اكيد مش موجوده طبعا. فانت مطالب ان انت طبعا تلعب كل الناس، حضرتك لو مش هتلعب الناس دي يبقى هي تطالب ان هي هتمشي، فاللعيبه اللي موجوده دي على مستوى عالي جدا، فلازم تشارك الناس الموجوده مع التدعيم الشباب، لازم تشوف الشباب، لا تشوف الشباب دي فين هنقعد يعني انت شايف مباراه ابو قير الاسمده هيدفع بالولاد الصغيرين مثلا، ممكن نشوف شادي، نشوف دايما المباريات دي دايما بتدعم بعنصر او اتنين من الشباب مع العناصر الخبره اللي موجوده، مع العناصر الناس اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه مستمرة. او مستمره، لازم تبقى موجوده، لازم تعمل التوليفه دي، ولازم يبقى في انسجام منهم على مباراه وديه قبليها عشان يقدروا يلعبوا مع بعض بشكل كويس، ده طبيعي بيعملوا اي مدير فني. وموسيماني ما اعتقد ان هو مش هيخرج عن النطاق ده يعني. ممكن يدفع برامي ربيعه في المباراه النهائيه؟ والله لو احتياجه للمباراه وشايف رامي جاهز 100% اكيد هيلعبه، لان رامي لعيب مهم وخبراته كبيره جدا. افتكر انه جاهز دلوقتي بالرغم يعني البعد اللي صار بقاله كتير غايب. يعني خلاص ما هو ده اللي بقوله يا كابتن، لازم رامي مش مجرد تمرينه يجيد فيها وخلاص، لا لازم اشوفه في مباراه واثنين مباريات وديه بشكل كويس عشان اقدر احكم عليه، لان دي مباراه مصيريه ما فيهاش هزار، وبقاله بعيد جدا غايب. وكمان انا شايف كمان يعني رامي لعيب مميز جدا، هو ان شاء الله لو متواجد، هو بدا تدريباته مع الفريق بشكل جدي جدا، ممكن جدا على فكره مباراه الكاس ممكن ياخد فيها جزء ويقف على رجله فيه، لان حساسيه المباراه مختلفه شويه. لازم هيلعب، لان هي المباراه دي زي ما بقول لك، المباراه دي دايما بتبقى اللي انت بتشوف الشباب اخبارهم ايه عشان تقدر تقف على مستواهم الفني، الناس اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه لازم تشوف مستواهم الفني عامل ازاي، الناس اللي راجعه من الاصابات لازم تاخد جاهزة. يعني انت بتقول انه حتى لو تعافى فلازم يتجرب في كذا مباراه قبل ما يشارك في مباراه طبعا مهمه زي طبعا لازم اكيد طبعا. انا كنت حاله كده، كنت باجي من الاصابه على بتخش على طول على الماتش على النهائيات على طول.